بذلك السم الذي لم يستطع أن حتى يشرب الماء، حتى الماء قلاص الماء بإيده ما يقدر، من شدة الحرارة ذلك السم الماء ما يقدر الإمام يجود القلاص في إيده، الكوب الماء يجوده من إيده من شداء من حرارة ذلك السم القطاع. قاتلكم الله يا بني العباس بأبي ونفسي وكان تحت رعاية خادمه عميد وتلك جاريته الصيقل، قال لها قومي وسخن الماء لي شوية، يمكن هذا الماء يأثر عليه يستحم به يتوضع به، اصطنعي لي ماء بذلك المصطلق. ثم قال إلى عميد ادخل إلى الحجرة فإن هناك صبيا يصلي، يعني صلاة الليل، هذا في الليل لأن الإمام قريب الفجر توفى عند الفجر، الله أكبر، هذا الصبي بهل مثوبة وبعد طفل مواظب على صلاة الليل بعد مو صلاة الواجبة، سترى طفلا يصلي صبيا يصلي، قل له والدك يريدك. يقول دخلت عليه سلمت عليه وإذا به يصلي، لما رآني استعجل في صلاته لأن أمر جاي من الحجة فوق حجة، الوالدة وأمر والدة، أسرع شوية في الصلاة. قال ماذا تريد يا عميد؟ الخادم قال والدك يريدك. دخل على أبي ضمه إلى صدره، بني أنت محمد بن الحسن أنت ولدي، أريد شيل شبهة لأن ماكو الناس ما يعرفون أن هذا الإمام الحجة وأن الحسن بن علي له ولد. الله أكبر، أنت محمد بن الحسن أنت ولدي وولدك رسول الله، أنت الحجة أنت الإمام المهدي. ثم أخذ يوصيه بوصاياه بأبي ونفسي، ثم حضرت الصلاة من شدة ذلك الألم وذلك السم الإمام ما استطاع أن حتى يتوضى، يا مؤمن ما قدر يتوضى، يقولون أخذنا منديل الإمام الحجة وأخذ ماذا يصبصب الماء على وجهه وعلى يده ويصبغ الوضوء مع أبيه بأبي ونفسي، ثم صلى ركعتين ثم قام إلى فراشه وأخذ يوصي الإمام الحجة بوصايا، قدم له ميراث النبوة والإمامة وأقبل ومد رجليه ومد رجليه وأسبل يديه ووجهه إلى القبلة وفاضت روحه الطاهرة، أنا مناد وسيدا وإماما ترد بالمرض حال وتلاشى، ترد بالمرض حال وتلاشى، ظل الحسن واقع على فراشه، اي والله ظل الحسن واقع على فراشه، والله ما بقت عنده حشاشه، اي والله ما بقت عنده حشاشه. وضعفت ونت وصار القلب شطرين، اي والله وضعفت ونت وصار القلب شطرين. يقولون الناس هرعت
وحتى المعتمد هذا المجرم خاف وعمر بتعطيل الأسواق كلها. وجت الناس نادي وسيدا هذا رجل ما شفنا منه إلا الخير، ما شفنا منه إلا الهداية، ما شفنا منه إلا العلم يتفجر من جوانبه. جت الناس تتراكض بدهشة، جت الناس تتراكض بدهشة، لقاو دار العلوم شلون وحشة، بشاو عالباب لما نطلع نعشة، لطوم واحزان ودموع انجرية. عظم الله أجوركم. مدد والده على المغتسل يقول أبو الأديان: دخلت على الإمام العسكري قبل موته بأيام. قال يا أبو الأديان، هذا كان مراسل إلى الإمام خادم، يودي الكتب، يستقبل بعض الكتب، بعض المحادثات، بعض الرسائل والاستفتاء، يوديها إلى البلدان. قال يا أبا الأديان، هذه رسائل خذها إلى المدائن، ثم تأتي بعد 15 يوم وتدخل إلى سامراء، في ذلك اليوم تسمع الناعي عليك. قال سيدي قطعت قياط قلبي، دموع قامت تجري، مو سهل يعيش مع الإمام وهكذا ميل للإمام مفارق الحياة. قلت له سيدي مولاي، من الذي بعدك؟ من الحج بعدك؟ قال: الذي يسألك عن الإجابات والمكاتب. قلت له سيدي أزدني. قال: الذي يصلي علي. قلت له سيدي أزدني. قال: الذي يسألك عن الهميان وما فيه من الأموال. يقول بعد خلاص ما تحملت أن أسأله، خجلت، ذاب قلبي. يقول: جئت في اليوم 15 من الوصية التي أوصاني بها، وما دخلت سامر للنواعي من كل ناحية، كل ينادي وسيدا. أخ ما الذي جرى؟ قال الإمام الحسن بن علي: قد فاضت روحه الطاهرة. لكن على أي حال ما يدري أبو الأديان إن إمامه مقطعا بالسم. دخل على المغتسل وإذا به ممدد: إمامكم أنا مناديا وسيدا. غسله الإمام الحجة، قام إلى الصلاة عليه. يقولون حطوا على المصلى وإذا بجعفر قد تقدم يريد يصلي على أخيه جعفر الكذاب. يقول: واو إله، إذا كان هذا صاحبنا. يقول: شيئا فشيئا، وإذا بالإمام الحجة قد دخل بين أوساط الجماهير. قال: تنحى يا عم، أنا أولى بالصلاة منك على أبي. الناس في حيرة، ما يعرفون إمام حجة، ما يعرفون إمامهم وين. هذا الإمام مغيب مهدد بالقتل، صلى على أبيه. قل هذه علامة من العلامات. بعد علامتين يقول: فلما فرغ من الصلاة سألني أين المكاتب، قلت هذه المكاتب. قلت في قلبي: بعد هناك حاجة لم تسأل عنها. قال: يا أبا الأديان، أين الهميان وأين الأموال التي فيه كذا وكذا وكذا. يقول: ذاب قلبي، ضميته إلى صدري. عظم الله لك الأجر يا سيدي. مات الحسن مسموم، كبده قطعها، واركان عرش الله الأعادي زلزلا. أولي أول قلبي قطع بالسم كبدي،
رادوا بني العباس يمحوا أثر جده أولي رادوا بني العباس يمحوا أثر جده تخمد أنفاسه وجاهلية يعوذوها رفعت الجنازة لحد والده لكن يا سيدي يا صاحب العاصر ليتك حاضر بكربلة مثل ما حضرت يوم عاشر كربلة وانت ويا الزوار تلطم على صدرك ها انت شيعت والدك صليت عليه لحدته بملحودتك لكن ما شفت ضلع مكسور جسد أبوك سالم الرأس وياه ما شفت ضلوع مكسرة ما شفت خنصر مقطوع ساعد الله زينب حين وصلت إلى ذلك الجسد والضلوع مكسرة وتريد تقبل أخوها وجرونها من على جسد أخيها خواوي لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا مأخوذة يا حسين قوة شوف الشمر بي ايش سوى سوى يا زينب صوت على متني